نظمت أكبر وأهم منصات الحجز السياحي الإلكتروني بالسوق البولندي نظمت مؤتمرها السنوي بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر. قد تم اختيار مدينة مرسى علم لإقامة هذا المؤتمر كونها أحد أهم المقاصد السياحية المصرية والتي تحظى بشعبية كبيرة بالسوق البولندي. على هامش المؤتمر تم تنظيم برنامج سياحي للوفد المشارك في المؤتمر إلى مدينة الأقصر لزيارة المعالم السياحية والأثرية بها. كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعا بنسبة 8.5% وذلك خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر أكتوبر 2023 لتبلغ 3.5 مليار دولار مقابل مستويات 3.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وأشار التقرير الشهري للمجلس أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها هي الكابلات بنسبة نمو بلغ 56.9% والأجهزة المنزلية بنسبة نمو بلغت 1.9% بالإضافة إلى الصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 40.9%. وإلى أسواق البترول العالمي حيث تراجعت أسعار النفط في آخر تداولاتها لكنها حققت أول مكاسب أسبوعية في شهرين، ذلك وسط قرارات البنوك المركزية بتثبيت أسعار الفائدة. انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بحوالي 0.21% لتصل إلى 71.43 دولار للبرميل. كذلك تراجعت العقود الآجلة لخام برنت مسجلة 0.8% لتصل إلى 76.55 دولار وذلك للبرميل. في المقابل ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 1.38% مسجلة $2.62 للتر، فيما ارتفعت أسعار النفط أو الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 4.14% مسجلة $2.38 وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أشارت توقعات إلى أن الهند ستقود الطلب على النفط عالميا على مدار فترة 20 عاما المقبلة، على الرغم من أن هذا الصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم حاليا. توقعت تقارير تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط العام المقبل إلى 0.9% مقارنة ب 2.4% وذلك في العام 2023، فيما يتوقع وصول مستويات الطلب على النفط إلى 107.5 مليون برميل يوميا بحلول 2030، وهو ما يشكل ارتفاعا من مستويات 102 مليون برميل يوميا في العام الجاري. أعلن البنك المركزي في سريلانكا أن اقتصاد البلاد سجل نموا في الفصل المنتهي في شهر سبتمبر، ذلك في أول نمو له منذ أزمة العملة الأجنبية التي تسببت بتخلف كولومبو عن سداد ديونها الخارجية العام الماضي. قال المصرف إن الاقتصاد سجل نموا طفيفا بمعدل 1.6% مقارنة بانكماش بنسبة بلغت 11.5% قبل عام. شهدت سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها في العام 2022، تخلفت عن سداد دينها الخارجي البالغ 46 مليار دولار بسبب النقص في العملات الصعبة. وافق الكونغرس في البرازيل على إصلاح ضريبي كبير فيما يعد انتصارا سياسيا للرئيس لولا دي سيلفا ومنعطفا لأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية. يعتبر هذا أول إصلاح لنظام ضريبة الاستهلاك في البرازيل منذ العام 1964، ووافق مجلس النواب على هذا التعديل الدستوري المقترح في تصويتين منفصلين بأغلبية 365 صوتا في الجولة النهائية، بينما كان بحاجة إلى 308 أصوات. جاء ذلك خلال المراجعة الثانية لهذا النص بعد التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ في نوفمبر.
مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مجددا إلى الزميلتين دينا وإلهام، فإليكما. شكرا لك رجاء رمزي.